قرر نادي الوداد الرياضي انفصال على مدربه الحسين عموتة الذي يتواجد بدولة قطر ويشتغل كمحلل لإحدى القنوات الرياضية تزامنا مع تنظيم نهائيات كأس العالم. وحسب معطيات تحصلنا عليها من مصادر خاصة، فإن سبب انفصال إدارة النادي الأحمر عن الحسين عموتة يعود إلى تواجده بقطر وترك تدريب النادي الأحمر للطاقم المساعد. واستأنف نادي الوداد الرياضي تدريبه لقادم استحقاقات البطولة الوطنية يوم الثلاثاء تحت إشراف مصطفى الخلفي ومساعده محمد العلوي الإسماعيلي بعدما استفاد اللاعبين من أسبوع راحة. وشدد ذات المصدر أنه بمجرد علم عدد وكلاء اللاعبين والمدربين بخبر عزم الوداد الرياضي إقالة مدربها تقاطرت على إدارة النادي الأحمر عشرات السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب. وأوضح المصدر ذاته أن البلجيكي سيفن فان بروك المدرب الأسبق للجيش الملكي يعد من أبرز المرشحين لخلافة عموتة في الوداد الرياضي، خاصة لمعرفة الدقيقة بلاعبي النادي الأحمر وأيضا لمعرفته الكبير بخبايا وأندية البطولة الاحترافية. يذكر أن فريق الوداد الرياضي يتقاسم صدارة الدوري الاحترافي مع الجيش الملكي برصيد 18 نقطة، علما أن المباراة المقبلة بينهما برسم قمة الجولة التاسعة قد تعرف فض الشراكة بينهما في حال حقق أحدهما الانتصار.